اللي قديش دفعوا لك لتقتل الزعيم ساشا. ساشا هذا جزاء الزعيم مش اللي هو. جوزك ساشا وجاب لك البلاي ستيشن مش هو يا ولا دفع لك قسط التلاجة وفرش لك بيتك ساشا وكمان ساشا. جاب لابنك البسكليت يلي بيحلم فيها ساشا ساشا ليش ساشا سوشي ليش عملت هيك مش هو يا ساشا اللي ساشا مين بعتك ساشا ايه دي ايه عروسة في جيبك بتعمل ايه باربي ليه فكرك من العروسة يا عم مش ده الرجل اللي انا قصدي عليه ما انا عارف اصبر اصبر ليه بقولك مش هو طريقة دي طريقة ده تكنيك انت قصدك ان تكنيك يعني ايوه زي ما اضرب المربوط يخاف السايس ايوه ماشي يا عم اهبط بقى يلا قلي مين يلا طيب ماشي انا بورجيك تاكله وسايب الراجل على خدني معاك يا عم الله يخليك الله يخليك بترجاك ما تقتلني صدقني الموت حيكون اهون بكتير بوعدك بترجاك مشان الله سامحني الخاين ماله مكان بيناتنا حدفعك تمن يلي عملته زعيم حزلقوم الله يخليكم سامحوني يا عم حرام عليك الراجل يا اخي اعتبر اخوك الصغير شكله في ثالثه اعدادي حرام عليك قد عيالك لا سيد حزلقوم لن استطيع ان اتركه الا ما اعرف مين اللي حرده اللي مين بعتك لتعمل هيك يا حيوان طيب رح اقول لك بس الله يخليك احميني منهم خلص قولوا ما تخاف رجال عصابه صروف اوغلو كنت اعرف ان هذا الخنزير هو اللي ورا الحركه دي عدم المؤاخذة أمين مظروف أخلو لا ولا أخته لا 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 اسمه صروف أخلو هذا من أكبر رجال العصابات في تركيا بس احنا بيننا وبينه مشاكل من زمان لأنه لا يريد أن يعمل تحت طعنة بس ما تقلقش أنا هتصرف معه شو خلص رضيت عني هلأ؟ الخاين ماله رحمة عقابك الموت سيد حزلقوم الله يخليك أنا عندي أولاد يا عم حرام عليك بقى حرام عليك بقول لك عنده عيال يا اخي ايه عندك عيال انت قد كذاب يا انا كنت فاكره في اولى ثانوي ومزوق بس بقول لك ايه سيبه عشان خاطري سيد حزلقوم لابد ان اقتله ارجوك لا تحرمني من هذه اللحظه ايه يا عم السيكابه دي يا عم السيكابه دي بقول لك ايه مش انا الجود فزر نعم سيبه اسيبه بقول لك سيبه انت اللي قلت بقول لك سيبه اتركوا رسلت انا هرجع استنطق استنطق عليه كده لموا الحبال لانه عنا حفله مثل بكره والحقوني يلا يا خشنا أنس خشناء أيا معانا ندخل ماني دخلت أنا جوه تفيق أنا بس بقضى بحاجة ونزلك حالا نزلي منين يا بت يا بت إيه يا كاتومن إيه مهند المزيكا عالية ولا إيه لا 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 المزيكا إيه أنت براحتك أساسا شغل اللي أنت عايزاه تعرفي أنا بقيت سرتلكس كيفك طب إيه مهند كنت محتاج حاجة أيوة كيف ما انت خابرة أنا يعني في البلد دي أعتبر يعني غريب ووحيد وفي نفس الوقت فاقد للذاكرة مهند إنجز أنا بحبش المقدمات الطويلة خالص يعني كنت عاوزك يعني تروحي تلبسك ده ونخرج سوا ايه؟ ننزل شوية يعني متفهميش غلط يعني ننزل شوية عاوزك كيف تور جايد يعني تدليني على الحاجات لاني يعني عاوز اشتري حاجات اساسية وما عرفش اروح لمين ولا اقول له ايه حتى ايه مهند حاجات زي ايه يعني؟ ها؟ حاجات اساسية يعني مثلا عاوز ملح اوكي طب وننزل ليه يا معلم انا عندي ملح اصلا استنى اخش اجيب لك لا مش عايز ارقص من الملح بتاعك انا عايز ملح استنى يعني. بس استنى اتفضل يا سيدي ايه ده ملح ده بالي قرطاس قدك ده وفي شويه ملح ما ينفعش معايا ده
انا بحب الملح كتير في الوكل ده يخلص معايا في طقه واحده. بعدين بيني وبينك مش كل شويه دي تنطط لك وعاوز ملح وعاوز ملح، ما ينفعش الكلام ده. انت تلبس دلوقتي تروح تلبس حاجه زينه، تفكك بالبنطلون اللي منسل ده، تلبس حاجه زينه وننزل نجيبوا علبه، علبه كبيره. طيب ثانيه واحده اجيب لك علبه، انا عندي زياده. ادي يا سيدي العلبه. متشكر متشكر. بس تعرفي الحياه مش ملح وبس، محتاج حاجات ياما. طب يا مهند يعني حاجات زي ايه؟ صنيبر، عاوز صنيبر. صنيبر؟ بتاعك ده صغير كيف لسان العصفور، بس هو ملسانش ولا حاجه، بيبقى انشف شوي وبيبقى ابيض كيف جندي شطرنج بس من غير راس. اوكي. قصدك صنوبر؟ صنوبر ده نادر نادر، مش موجود في تركيا كلها تقريبا. لازم تروحي تلبسي دلوقتي، خفي نفسك والبسي وننزل نلفوا عليه، يمكن ربنا يكرمنا ونلاقوه. مهند انا عندي 3 اكياس جوه، استنى اخش اجيب لك. عايز حاجه تاني؟ عندك صنوبر جوا؟ ايوه يا معلم عندي صنوبر. عايز حاجه تاني بقى؟ عايز ورق اللورا. طيب انا عندي الشجره جوا، هقطف لك منها شويه. خرب بيتك وانا قاعد مع خضر العطار هنا، لحد انت بتعمل عندك ايه؟ عادي يا مهند. طب خلاص ما عاوزش حاجه، انا هنزل لحالي واشوف لي حد تاني يبقى التور دايد بتاعي. مهند. نعم. بص يا ابني. قول يا حاجه. لما تحب تخرج مع واحده تيجي وش كده وتقول لها انا عايز اخرج معاكي. بلاش بقى لف ودوران وزيت وسكر ودقيق، ماشي؟ تلقح هنا، هطلع غير واجيلك. مين قال لك من اساس انك كنت عايز اخرج معاكي؟ انا كنت محتاج حاجات اساسيه لاي بني ادم. كذاب قوي ومفقوس على فكره. طيري طيري. اوه قرده قرده. خشناف. ايه يا مهند؟ عندك بطاس؟ تاني درج على ايدك اليمين في الحمام. خرب بيتك. ايه المنظر الحلو ده؟ انا من غيرك ما كنتش عارف اجي هنا لحالي. عندك جمال بقى. لا قولي لي يا خشناف، انت موضوع البقاله اللي عاملاه في شقتك ده، ده يعني هوايه ولا انت يعني عاملاه كيف شغلانه؟ يعني اهلك مثلا غلابه ما عارفين ايش يصرفوا عليك ولا يجيبوا لك مكياجك فبتسترزق يعني. بص يا مهند انا هقول لك حاجه ممكن تستغرب منها. لا منك انت ما استغربش حاجه اصلا. انا ابويا اغنى واحد في اسطنبول. اغبى واحد في اسطنبول؟ اغنى. القصه التقليديه اياها دي عارفها عارفها عارفها. ابوك كان راجل على قد حاله في الاول وتجوز امك، ضرب منها عيال، بعد كده القرش لعب معاه، بعد كده استحرم منكم ورماكم في الشارع وتجوز واحده ملفوفه لافت عليه، شبع من بعد جوع يعني. ايه مهند جو الافلام العربي القديمه دي؟ لا وفي برضك افلام هندي بتقول نفس القصه بس بيبقى زايد فيها حتتين، بيبقى دايما في عركه في القطر ويبقى فيها نمر ابيض وبعدين في استعراض قدام المول. طب انت هتسمعني ولا هتكمل بقى مع نفسك؟ واستعراض ونمر ابيض والجو ده يعني مفيش ولا حاجه من اللي قلتها دي صح؟ لا مفيش حاجه من اللي قلتها دي صح ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. يعني ايه المشوق في القصه بتاعتك؟ يعني ابوك راجل غني، ايه المشوق فيه؟ بس هو في حاجه غريبه يعني كيف يكون غني وانت ساكنه في شقه معفنه لوحدك؟ عشان انا عايزه كده. مش معنى ان ابويا غني ان اعيش واصرف من فلوسه، وبعدين انا ما بحبش اعيش معاه اصلا. غريبه. وهو مهملك كده عادي؟ لا طبعا، حاول كتير يرجعني ولسه بيحاول بس ما عرفش ومش هيعرف. يا ولد يا ولد يا جامد. تعرف يا بنت خشناف احلى حاجه فيك ايه؟ تتساب لي يا مهند، هو انت لحد تعرفني لما تعرف احلى حاجه فيا؟ لا ده انت سخيفه سخيفه فعلا، من اسخف 3 شخصيات عرفتهم في حياتي. 3 يا مهند؟ هو انت تعرف حد غريب ذاكرتك المنيله ب60 نيله دي؟ صدق وتؤمن بالله انت اللي سماك برنس خشناف، الامراه الذليله البذيئه التي تدقن الغليون وبتلعب صابع رجليها قبل ما تنام دي ولا ما؟ غلط يا مهند، الأرملة القاعدة شاحبة الوجه المتشحة بالسوء. بس خلاص ما أنا فاهم، مش لازم أقولها بالضبط يعني. والله العظيم أنت خسارة في المنظر الطبيعي ده. المفروض واحد يخرجك في غابة قاحلة موحلة في عز فصل الخريف والقمر في عز خسوفه وجنبك جيفة عم تاكلي منيه. مهند. ها. هو أنا أحلى حاجة فيا؟
ايوه كده. هو ما فيش تفصيله معينه قادر اكفشها، بس يعني فيكي حاجه. تعرف يا بت كلك على بعضك كده كفلاطه القشطه. قومي 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 ناكل الحمام. قومي ناكل الحمام. الحمام ياكل. اعطيني صحن الدجاج من عندك. ليش قاعد لحاله؟ شو يا حلوه مستحيه؟ صار رح يبكي. شكله شوارب على الفاضي. استغفر الله. ليك يا حرام. هيك الظاهر. بيكون معلمه منبه عليه انه ما يقعد مع رجال. حاضر معلمي، بوعدك ما اقعد مع رجال ولا اقرب عليهم ابدا. بركان احترم حالك احسن ما عفسك. شو يا؟ صرت تحكي تركيات قطع؟ هذا مو موضوعنا، لا تجذبها. صرت احكي بطيخ، قلت لك الزام حدوده. يا شباب مهند اخذ على خاطره وزعل عن جد. نحن عم نمزح معك لك روحي. ايوه بس الظاهر تقلنا بالمزح. بتحب تشرب لك بيراية؟ غب لنا غبة. لا لا ما بدي. يا شباب قلوا له لازم يشرب. يبعت لي حمى. انا والله مو قصدي، غصبا عني. لا تواخذني، حقك علي. عم نمزح مو؟ عم نمزح. بس ضربت معي. ليش هيك قلبت جد؟ سامح التوجه إلى غرفة العمليات. على الطبيب سامح التوجه إلى غرفة العمليات. مهند إيه اللي حصل؟ عادي، يعني سوء تفاهم يعني بينه وبين الزملاء في الشغل. نلقان اتصل بيا وقال إن أنت عملت مشكلة كبيرة. خير؟ أنا ما أقدرش أكذب عليك أنت بالذات. أنا تعاركت مع الكبير الأسطوات عندي في الشغل باليد. تضرب اللوستة بتاعك يا مهند؟ ما الحكاوة مش كيف ما يباينك ده. هو عم يتنقور عليه في الرايحة في الجاي ويهزقني قدام الناس. بيقصد يهزقني قدام الناس. في مرة زود العيار ما قدرتش أمسك نفسي، لفيته باللكمية جبته على الأرض، جاله كسر مضاعف في الفك تقريبا. هو متلقح عنديكم فوق هنا. خلاص بكرة نروح لدلجان ونشوف نحلها ازاي دي. لا ما هو تقريبا ما فيش بكرة ولا حاجة. دلجان نفسه قال لي الواد ده لو بلغ انني بشتغل من غير ورق هيأذوا دلجان ويحبسوني. فانا قلت عليه شيل ده من ده ارتاح، ده عنده برضك. يعني الراجل طلع جدع معايا وجاي من طرفك، عيب. طب وبعدين هتعمل ايه دلوقتي؟ سبيها على الله، من يرزق الدودة بين حجرين ما يرزقنيش ولا ما عندش عينان من غير عشا. كان المفروض تمسك نفسك شوية. هذا اللي حصل عاد. انت عارف موقفك ده بيفكرني بواحد انا بعرفه من زمان. خبره اسمه احمد، ما يعاكلش البسطرمة غير من ايديكي. فاصوليا يا مهند، فاصوليا. فاصوليا ولا بسطرمة؟ ما كلتها نشويات يا مدام نرفين. لا مش احمد، واحد تاني بعرفه من زمان. مين ده؟ بابا دوبلوس. بابا ايه؟ بابا دوبلوس. ده في بني ادم اسمه بابا دوبلوس ولا ده مكان هنروحه ولا ده نوع مواصله نركبوها ولا ايه ده؟ ده بني ادم اسمه بابا دوبلوس، هو الوحيد اللي ممكن يساعدك دلوقتي. وماله؟ ماله؟ خلاص يعني نروح له بكره نشوفه هيعمل ايه بابا بوغلوس ده ولا دوبلوس. دوبلوس ليفت نو ابركات فال ابركات فال ابركات نو نو ابركات فال ابركات فال. وعاد بلا مؤاخذه مين الراجل اللي شعره كيف فرشه الحلاقه دي؟ ده بابا دوبلوس. هو ده؟ ايوه اللي كلمتك عليه. هوك هوك يا سال يا نو 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 فات هير فات كم هير. Hey, what shy? انت ستاند اب كوميدي هير؟ ايه انت خبارة مستفه من كليسي ولا ايه؟ تعالي
انت مش تفهم انجليزي ولا ايه؟ لا انا مش هفهم تركي، انا بقالي سنين سنه هنا مستاجر، كل اللي اقدر اقوله قهوه تركي بليز، لكن انا مش هفهم تركي. انت لازم تفهميني، انت مش تفهم انجليزي ولا ايه؟ فايت مي هيت مي نو نو بابا كلابز اب دقيقه، يعني دلوك بابا دوبلوس ده عاوز يضرب الواد اللي كان في البطش ده؟ طبعا، ده بابا دوبلوس ده كان صاحب اسرع خطافيه في العالم سنه 82. بس طريقتك كده في الكلام عنه وعن خطافيته ها مديني ايحاء كده ان كان فيه جو سنه 82. يا ولد كان في حاجه كده يعني، بس خلصت سنه 84. تهدي بالسرعه دي ليه؟ والله شكله راجل زين يعني. بص بص فايت مي نو بابا دوب فايت نو بابا دوب ار يو ميست يا بيت ار يو ميست يا بيت كم هير فايت مي. عرفت بقى ليه ما حصلش نصيب؟ والله انت كسبانه، ده لازم يتساب من سنه 81. اتفضلوا اتفضلوا اخلي 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 وسخلي اخلي وسخلي اتفضلوا تحت اخلي وسخلي. بابا دبلوس انت كويس؟ اه كويس. انت مستقلقه عليا، دي حاجات بتحصل يوميا مش اكتر يعني. بس انت ليه عملت كده؟ ليه تهورت كده؟ لا لا انت فاهمه غلط، انا كنت بدي الولد ده درس في الثقه في النفس، يثق في نفسه ويضرب اي حد حتى لو انا قلت له عاوز تضربني اضربني مفيش مشكله. بس هو بابا دوبلوس من اول بوكس جابك الارض. الاصل انت مش واخده بالك، هو الموضوع انا كنت فاكر الولد ده ايمن، زمايله بيقولوا له ايمن وكده، طلع ايسر شمال الولد دوت، ف يعني انا مستنيها من هنا ناولها لي من هنا. بابا دوبلوس بس هو اداها لك ايمن. خلاص خلاص نرفين، الخلاصه دي انت جايه بعد السن ده كله عشان تضايقيني وتخلصي عليا؟ وحشتيني ماما دوبلوس. قولي لي دوبلوس بس. معايا طفل بريء. انا اخدت بالي. ماله بيشتكي من ايه؟ ده مهند. مهند؟ صعبان عليا قوي، عمل حادثه فقد الذاكره خالص، وديناه يشتغل في مكان بس من غير ورق، حصلت له مشكله في المكان وضرب الراجل، اداله بوكس جابه الارض، فقلت بقى ما فيش غير بابا دوبلوس نجيبه عنده هو اللي يشغل. بس كده تقبري انت وحشتيني. قولي لي هو لعب ملاكمه قبل كده؟ حضرتك يعني كيف ما قالت لك، انا اصلا فاقد الذاكره، فطبعا ما خبرش حاجه عن حياتي السابقه، كيف هي تعرف؟ انت مصري؟ يا عم بنقول لك انا فاقد الذاكره. انت مصري؟ لغتك تبي تقول ان انت مصري؟ انت مش مصري بس، انت صعيدي كمان. تعرف نارفيل؟ احلى 10 سنين قضيتهم في عمري كانوا في مصر. يا قولي لي بقى مهند، انت منين من الصعيد؟ يا خلبوز، من اسيوط ولا من سوهاج ولا من انا ولا من اناك زي ما بيقولوا هناك، ولا من الاقصر؟ اقصر بلدنا بلد سواخ فيها الاجانب بتتفسخ، وكل عام وقت المروخ بتبقى مش عايزه اقول لك ايه، دي هيرجع حالتي لورا 50 درجه، هيخليها اطين من اللي هي فيه. انت تقولي لي الحاجه دي الوقت انساها. استنى حبيبي اصبر شوي. نقول لك انا فاقد الذاكره، ما تزربنيش حاج. راحة حبيبي. بابا دوبلوس انت لو شفت شغلانة عندك عشان مهند تبقى عملت فينا جميل كبير. بس كده انت تقبل نارفين؟ سلام. قولي لي مهند، انت استغلت ايه قبل كده؟ نقول له عدل، يقول احلبوه، اعمل معاه ايه؟ يعني اقطع شراييني ولا اعمل ايه؟ يا عمي فاقد الذاكره، افهمها لك كيف دي؟ حرام عليك. اهدي، معرفش ليه انت نيرفز كده، راحة هتبقى احسن دلوقتي. انا غبي؟ لا سمح الله،
نساي. محدش قالك ده؟ مال ايه؟ انا اهبل، انا اللي اهبل. هتبقى احسن، هتبقى احسن دلوقتي. اسمع مني بس، انا بسأل السؤال ده عشان اعرف امكانياتك، اعرف اوظفك فين بالظبط. حطني في اي ربراب، اي مهنة تحطني فيها نسدد بعون الله. ازاي اللي انت بتقوليه ده؟ ربراب ايه؟ تكتيكية من عند الخالي. لازم اشوف لك شغلانة جميلة، شغلانة نضيفة. ايه دي الشغلانة اللي هتشغلها لي عشان خاطر الخالي؟ ما لما كانتش غالية كنت شغلتني ايه؟ يلا الحمد لله على كل حال. ايه دي 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 شوف امسح اجريك هون لانه لسه ماسح. اجريك اجريك لانه لسه ماسح. شو عم حاكي حالي انا؟ لازم تنظف احسن من هيك. عيل بلط. بابا دوبلوس بده اياك بمكتبه. تمام يا بابا دوبلوس. يلا صبنت الاحواض وفنيكت الارضيات و بسمينك فنيكتها حبيبي. يعني غسلتهم بفنيك. اه غسلتها بفنيك. Okay. وخدت ملابس وخلقات الزملاء كلاتهم وغسلتها فمين ونشرتهم. بس ناقص بس الارضيات دي، هسيقها ان شاء الله اول ما الناس دي تروح وتخلص تمرين. لا اول الناس دي ما تروح حبيبي انت مش هتسيق الارض. تكلم جد؟ ربنا يجور بخاطرك، والله قسما بالله انت بني ادم عشان بتحس بالناس، انا ظهري انقطع. شوفي مهند، انت هتسيق الارض هتسيق الارض بس بعد ما تتدربي. صح صح تدربني. خدي دي. ايه المعاملة الحقيرة دي؟ وانا عشان بمسح الارض تعاملني كده؟ لا لا ما اقصدش، انا بس خلني المسافات مش اكتر يعني. خدهم وانت خارجين، ولا اقول لك انت ممكن تدهم لي وانا احذفهم لك تاني تلقفهم. لا 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 فكك فكك فكك، انا باخدهم عادي خدهم عادي. متشكر يا بابا دوبلوس. بقول لك ايه، ما تكمل جميلك عادي، كمل جميلك يعني. يا ريت لو تشوف لي خلقات تانية بدل اللي انا لابسها دي، لانها خلاص قدمت يعني. لو عندك شرط مثلا موجود كتر خيرك، بس لو تكمل جميلك يعني وتجيب لي تيشرتايه قطايه. تيشرتايه بطايه ازاي؟ قطايه بالكاف. كط كط. طب ما تقول كط. من قلت كط؟ موجود. طب زين، ويا سلام عاد لو فيه لمؤاخذة يعني بوكسر جديد وشراب جديد وجزمة تكون برقبة عشان ال. انت عارفة مهند ان دوبلوس عمره ما طلب مني الطلبات دي؟ مين دوبلوس ده؟ ابني، مش انا بابا دوبلوس؟ ايوه. يلا هضطر استحملك لاجل الورد ينسقل عليك. انا جاهز يا كابتن. مهند اكسلنت. عدم المؤاخذه، ودي ايه ده؟ بوكسر قديم بتاعك؟ لانه يعني ريحته وشكله غريب شوي. لا لا ده سورت كان بتاع دوبلوس ابني،
قولي لي مهند، انت لعبتي بوكس قبل كده؟ انت عاوز تنقطني يا راجل انت؟ اهدي، ما قلت لك يا اخي انا الذاكره بلاش دي بلاش دي، جايز اكون كنت بلعب وجايز اكون ما كنتش بلعب. ما فيش كايز وكايز، كايز ايه؟ ما يا اما بتلعبي يا اما ما بتلعبيش. عشان اعرف ازاي على اي اساس كمان همرنك. والله يعني تقدر تقولك ده امسكي لي ده. من قعدتي هنا طول النهار قعدت اراقب الناس، يعني فهمت شويه حاجات كده. سيء ايه؟ الملاكمه يعني اللي فهمته ان ما في شويه تخليط تحت الحزام، كلها بواني ولوكميات، وما فيش فيها شتيمه بالاب ولا بالام. مش بالسهوله يا مهند، انت فاكره ايه؟ في قوانين، رولز، قواعد عشان تبقي لعيب محترف. خليها على الله، خليها على الله، خليها على الله. مصريين كله على الله سيدي، كله على الله. ها فهد، كم هير، كم هير فهد. يو اند مهند بوكس تو جيزرز. ييه عمار، انت مش تفهم انجليزي؟ مش فهماني من ساعة ما كانت هنا. انا حاسس انها بتلعب باسكت وانا بدربها غلط. دقيقة دقيقة فهد، اي يو بوكس. اوكي اوكي، روحي جهزي روحي. انت تعرفي تتكلمي تركي مهند؟ انت هتجيب لي جلطة قسما بالله، هتجيب لي جلطة. فكك يا عم من الحوار ده. بقول لك ايه دلوقتي، انا ببدا، انت عاوز تلعبني بفهد على طول كده؟ ما تقلقيش، ده طيب قوي، انا بتربه كل يوم. انت فشار على فكره، فشار قوي قوي قوي. انا شايفك الصبح اداك باللوكميه في خلقتك، كفاك على وشك. انت شفتيني؟ شفتك. كنت موجود؟ كنت موجود وشفت كل. خلاص، بس انا بقول لك ان ده طيب، انا بدربه وهو عنده ثلاث سهور، كان قد حته اللحمه الحمراء قد الكلفس كده. انت بتدرب ده وعنده ثلاث شهور؟ ثلاث سهور. كنت بتدربه ولا بترضعه؟ لا كنت بدربه وغير له الاثنين وخلاص مهند. يلا اكسر. ليه بوكس فا، يلا بوكس، يلا يلا ليه. يلا ايدي 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 ايدي، انت بتلعبي بوكس ولا بتقولي له اقصى عليكي؟ هجوم فايت. انت اللي تخبي وشك. خبي وشك يا اخي، ما تقوليش حاجه. انت خبيتك، انت اللي تخبي وشك. خبي وشك يا اخي، خبي وشك يا اخي. خبيتك، انت كده مخبيها راسك، خبي وشك. يلا هي فايت بوكس. ايدي ايدي، بتعومي انت بتعومي، مش ملاكمه. وشك ماذا عليك؟ ها؟ ها؟ جد جد بس ها؟ خلاص ايه 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 مهند مسكنا فهد، دي مسكنا يا ولد. ايه ولد دي مسكنا، مهند 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 ولد. لك يا شباب هدوا، لك يا شباب هدوا شوية يا شباب، قولوا بالكم هدوا بعدوا فكون. خلاص عادي يا بابا دبلس، خلاص انا طيبت خاطر فهد وحبيت على راسه وهو ما زعلانش. وتفتكري كده خلاص اتحلت المشكله؟ انت زعلان عشان زقيتك؟ انا محقوق لك، هات راسك حب عليها. مفيش تحب عليها ولا بوس ولا حاجات دي، من فضلك انا سبت مصر كلها ومسيت عشان مساله البوس دي. ايه كل ثلاث ساعات يجي لي دول برد من البوس بتاعكم؟ طيب طيب خاطرك كيف تحب احك لك ظهرك لو اكلك، ولا اجيب لك عشاء كباب وكفته؟ مهند فهميني، انا مش زعلان عشان انت سقيتيني، لا أنا زعلان عشان أنت ملاكم كويس موهوب، ممكن تبقي من أهم الملاكمين في تركيا. طب وإيه اللي زعل في حاجة كيفك ده؟ أنت بنفس مني يا بابا دبلس ولا إيه؟ حبيبي أنت قلبتي الماتس من رياضة لخناقة، العصبية اللي أنت فيها دي مش دي صح، تنفعس من فضلك. طب أعمل إيه؟ ما فهمش. بصي مهند، الملاكمة رياضة نبيلة جميلة، عاوزة تتعلميها أخلي وسهلي، أنا أعلمك.
عاوزة تقلبيها خناقة وعركة زي ما بتقولوا في مصر، بس عندي يبقى برا مش في صالة بابا دوبلوس. أنا آسف يا بابا دوبلوس، حقك على راسي من فوق، أنا محقوق لك، ما عدتش أتعصب تاني أبدا، أوعدك. السلام عليكم. خدي هنا، أنت رايحة فين؟ مروح. مروح؟ تنسيتي نفسك ولا إيه؟ وأنا عشان عطفت عليكي وعملتك زي دوبلوس ابني وديتك تيشيرت وشورت ولعبت رياضة، نسيتي شغلتك الأصلية؟ إنك تسيقي الصالة وتمسحي الحمام؟ تفضلي أوت برا. كلمني كده أنت، ليه بتكلمني كده أنت؟ شفتي العصبية اللي بكلمك عليها؟ موس هينفع أبدا تبقي رياضي، لازم ريلاكس ريلاكس. أوعدك أروح أسيق برا. أوت. الراجل اللي اسمه بابا دوبلوس ده مبسوط مني قوي، وبيقول لي اني ابقى من اهم الملاكمين في تركيا والشرق الاوسط كلها. انت بتكذب يا مهند. ايه ده؟ وانا باين عليها قوي اني بكذب؟ قوي بصراحه، بس دي من الحاجات اللي عجباني فيك. اللي بكذب؟ كيف غنوه امينيم بتاعت اي لاف ذا واي يو لاي؟ لا طبعا، انك شفاف. شفاف كيف يا بت؟ انت شايفه حاجه من تحت الهدوم ولا ايه؟ لا مش قصدي، قصدي ان روحك شفافه، باين للناس كده بكل مميزاتك وعيوبك، انسان حقيقي يعني مش فيك. والله يا اخي شناف الموضوع ده ما جاش من فراغ، يعني دي هنا تيجي شغل وتعب وسهر انت بتهزي يا مهند وبتقول اي كلام على فكره. اذا كان كده ابقى شفاف حقيقي. طب بقول لك ايه، ما تاجي اعجبك على مذكر. اوكي وانا موافق. لو سمحت بدنا كيسين بوشار إلها وإلي. بس أنا لفت نظري في كلامك حاجة مهمة جدا. إيه؟ أنت بتقول إن الراجل ده بيأكد إنك مصري. اتفضل. طب ما ده خط مهم ممكن نمشي وراه، يعني أنت ممكن تروح السفارة المصرية وتسأل يمكن نوصل لحاجة. والله العظيم فكرة، تحت عليها كيف دي يا بنت اللذينة. اهلا وسهلا. اهلا، دي فرصه سعيده قوي، بس على فكره انا مش عارف ايه الموضوع، انا مش فاهم ايه المشكله بالظبط. هو ايه اللي انت مش فاهمه؟ واحنا بنقول لك فوزير ما الكلام شارح نفسه. ها مهند، عصبيه مش كويس، عسانك اهدي اهدي مهند. انا هادي. شوف يا خضرت، الراجل دي حصل له حادثه. ساتر يا رب. فقد سكره، ومن لغته معايا اكتشفت انه مصري، فكنا سفاره مصريه. مش هنا برضه سفاره مصريه ولا انا مش سفاره مصريه؟ عندك حق، هنا السفاره المصريه واحنا بقى السفاره المصريه. فكره كده المفروض نعمل ايه؟ واحد مصري تايه في بلاد الغربة، المفروض يروح فين يعني؟ دكة؟ مهند كلا رستي اهدي، بس بيه مش كويس هسانك، احنا اتفقنا. انت صح. شوف يا خاطرت، الراجل دي خسلت له حادثة. يا ساتر يا رب. تاني ماشي، فقد سكرة وهو مش عنده أي أوراق ولا مستندات، فاحنا المفروض نروح فين؟ كنتاكي؟ حلو. لا لا بابا دوبلوس ما يصحش هاد. على بركة الله أنا موافق. موافق على إيه يا راجل أنت؟ وإحنا طلبنا حاجة. مش طلبته كنتاكي؟ وتكة عشان يجيب. إحنا طلبنا. لا 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 لا، هتفرط منينا عشان خاطري، عشان خاطري اهدوا، اتفضل حل المشكلة. خلاص ما تقلقش، أنت تسيب لي بياناتك في ورقة بيضة، اسمك وسنك وعنوانك في مصر، وصدقني هنتصل بيك على طول اول ما نعرف اي حاجه. بيانات ايه اللي انت عايزها؟ بقول لك معيش حاجه من اساسه، وانا فاقد الذاكره عشان متنيل عامل حادثه. يا ساتر يا رب. مهند كلا رو.
احكى لرص اللي عم تقولها لي دي. يعني اهدي باليوناني. اني هادي. اهدي شوية. شوف يا خادرد. الراجل دي عمل خادسة. يسدي يا رب. فكت سكرة. فهو مش معاه أوراق ولا بيانات عشان يجيب مستندات. سوري. I am forget it. أنا فعلا نسيت موضوع فقدان الذاكرة ده. هو أساسا فاقد الذاكرة. بقول لك إيه؟ أبقى سيب بياناتك. حاضر. يلا بينا الغرفة هنا. استنوا يا جماعة استنوا، رايحين فين؟ الحاجات لسه ما جاتش. جت إيه اللي جاي؟ كنتاكي والتكة اللي طلبناها. خلاص خلاص. استهدى استهدى. أنت تسيب لي بس صورة باسبورك و صورة باسبور إيه؟ راجل مخرف أنت، مستفز أنت. بابا دوبلوس. أنت كذبت ولا إيه؟ بابا دوبلوس. بكالوستو. كالاروستي. كالاروستي يعني اهدي، بكالوستي دي يعني ماسة صخير. لا مؤاخذة أنا لسه جديد في ال ركز. إيه؟ كالاروستي. كالاروستي. قول وراي كالاروستي. كالاروستي. الراجل مستفز أوي الحقيقة. مش هو سرخانة معانا ولا مع الأسف ولا إيه؟ مع الأسف. أنا هجيبها لك بطريقة بنت بلدك ده. اسمع يا ريس. مرني. اسمعني زين. مرني. دلوقتي أنا راجل مصري وفاقد الذاكرة. ليه؟ عشان عملت حادثة. يا ساتر يا رب. نفس الحادثة. هي نفس الحادثة. هي نفس الحادثة. حادثة واحدة. هي مالها ملطشة معاك كده يا ابني؟ خلاص. فاقد الذاكرة، معيش أي ورق، معيش أي حاجة. أنتوا هتساعدوني ولا أروح أغور في ده؟ حنشوف. أوكي. أنا كده فعلاً قربت أفهم. يعني أنت دلوقتي عايز تعمل بدل فاقد للذاكرة اللي أنت فقدتها. بس يا سيدي تجيب لي صورة 6x9 خلفية بيضاء واحنا هنعمل كل اللي نقدر عليه علشان نجيب لك العربية. عربية ايه؟ اللي عملت الحادثة. يا ساتر يا رب. بقول لك معيش ايه؟ معيش صورة. طيب خلاص. دقيقة دقيقة. احنا ننزل تحت ناخد صورة من اي مصورات ونرجعوا تاني. ايه تنسوا ايه ترجعوا تاني؟ انت لسه هترجعوا تاني؟ هو فرح يا حبيبي؟ استنى عندك بليز. ايوه تيس. مي ابتسم. انت هنا. انت تعملي ايه مجنونه انت؟ اخد عدد واخد صوره سهل. واخد مني اني؟ ياه خدسه هنا. يا ساتر يا رب. اضحك ابتسامه حلوه كده. ضحكه مصطنعه. ايوه حلوه دي. دقيقه ناخد واحده ثانيه بس تكون يعني كاني مش واخد بالي. اوكي طبيعيه. تيس جميلة قوي الصورة دي فعلا. عشان طبيعية. حلوة جميلة طالعة فعلا جميلة. بيزرع في الخلفية وشغل قوي قوي. على فكرة أنا هاخد الصورة دي وأعمل لك بيها تنويه، أحاول أنزله في القناة الثالثة المصرية عشان متشافة قوي على فكرة، وإن شاء الله ربنا هيكرمها ويسترها معانا ومعاكم، ما تقلقوش يا رب. ده على فكرة الصور اللي عندي في صورة واحد شبهك بالظبط. جت منين الصورة دي؟ مرحبا يا عمو يا حبيبي. مين انت؟ انا حزل قوم جاي قابل ساشا. مو انت ابن ساشا؟ خد هدول الوردات. فوت عمو فوت خلصني. ابنك الادب صحيح ابن راجل سفاح. انت عبيط ياب؟ ليك انا اسمي حسن الام. تاخد الوردات؟ بدي دخان.
لساتك صغير على هيك بلاوي. شو دخان وما دخان؟ ولا جحش انت ابنه لساشا؟ باينتك اجدب على الاخر. لو امك جابت ذكر بط كان احسن. هاللعبه كلها قتل ولا برميل. كيف اهلك بيسمحوا لك تلعب هيك العاب؟ جرب العب سوبر ماريو او تترس. تعرف تترس؟ الله ياخدك. مين هالاجدب اللي قاعد معكن؟ قديشك كيوت حبيبي، بتاخد هدول الوردات؟ لا خليه لامك. ده انتو عيله بنت كلب زباله. يا مفعوس وين الكوكايين؟ ايه وانا شو بيعرفني؟ عم اسالك جاوبني. كوكايين ايه؟ قلت لك ما بعرف. ولا بلص احل عني. اخواتك عم يتخانقوا. لا مفعوص قلت لك ما بعرف. شوف امك يمكن حطته بالخزانه. قلي وين الكوكايين ولا احسن لك. عم اقول لك جاوبني احسن ما دميك. يلا قلي. قوم يا حيوان اعمل شيء. بدك الدم مين؟ انت مفكر الخنجر اللي معك رح يخوفني؟ صدقني بعملها. يلا جاوبني. ايه اذا زلمه عملها. خذ هي. يا بابايا يا حبيبي يا خالتي. بعدين معك انت وهو كل يوم هيك بدكن تتخانقوا؟ قلتلكن تخانقوا بس بلا ضجي. نازلتلكن. انت منيح؟ وبعدين معكن؟ ما رح نخلص؟ والله ما دخلني هو عم يسرق لي الكوكايين. ما بدي اسمع ولا حرف. يلا على غرفتكن. يلا يا كلاب يا حوش. أنا آسفة كتير سيد حزلقوم. سيد حزلقوم صح؟ إيه أنا مستر زفت. وإنتي مين؟ أنا ديناميس مرت ساشا. أوه بس كيف تركين هالعصابة هيك من غير ما تطلبوا لهم الشرطة؟ ما فيني، هدول بيضلوا ولادي، ما بقدر أطلب لهم الشرطة. هدول ولادك؟ إيه باين صغيرة. إيه بصراحة جد؟ لأنه مو زبطة يكون عندك أولاد واحد منهم مثل كلب البحر. طيب اللي قديش بتعطيني عمر؟ بصراحة الأحسن لا بعطيكي ولا بتعطيني لأنه هيك بتورطيني. والمشكلة إنه لازم نظف البنطلون تبعي. الأولاد اللي عملوا هيك؟ ايه تعال معي رح ساوي لك يا. تفضل لو سمحت. يلا يلا شلاح شلاح مشان ننظف لك يا. ايه بس انا يعني فضل نظفه لحالي. لا انت شلاح وعطيني اياه رح نظف لك اياه احسن ما ياخد منك كتير وقت. ايه بس انا ما فيني اقعد وقت طويل هيك بالبوكسر بس باخد برد. خلص حجب لك شي تلبسه شلاح ولا تعذبني معك. شوفي اسمعيني منيح، انا بعرف انك مزوقة وبعرف انه نيتك طيبة وبدك تساعديني، بس المشكلة انه انا شايف هذا المنظر بميت فيلم عربي قبل هيك. دائما اول ما زلمه بيشلح البنطلون تبعه الزوج بيطب عليهن وبيفهمهن غلط. بعرف مشان هيك عم اقول لك شلاح قبل ما يجي. يلا شلاح انا رح ساعدك. يحرق حريشي. يلا لا تعذبني. يلا شو هذا؟ طب والله العظيم عيالك هم اللي عملوا كده. بص عصوا البنطلون دم والحاجة دي ربنا يبارك لها ويسترها بجد. والله العظيم ست بيت عيلة ربنا يبارك لك فيها، جت عشان تنضف لي البنطلون والله. وانا قلت لها لا. سيد حزلقوم انا بعتذر لك جدا على الموقف ده. ايه ده انت صدقت وش؟ طبعا انا مصدقك. هو مش ده اللي حصل؟ والله العظيم ده اللي حصل والله. والنعمة دي على عينيا. بلاش النعمة. والنعمة دي على عينيا يا شيخ. والله العظيم هو ده اللي حصل. سيد حزلقوم ارجو ان انت ما تكونش زعلان خالص. بص انا مش زعلان. انت مش زعلان؟ لا خالص ابدا، انا مش زعلان من اي حاجه ولا شايل حاجه من جوه. لا 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 ابدا، لا يوجد اي شيء. ديناميس خلصي تنظيف البنطلون براحتك وانا بنتظركم برا. ماشي. سيد حزلقوم البيت بيتك. طيب اريال فانش. اريال ولا فانش؟ فانش. طيب خلينا نبلش بغسل البنطلون. يلا شلاح. نحن سعيدين بأنه السيد حزلقوم موجود بيناتنا ومشرفنا. سيد حزلقوم بدي إياك تتعرف على أولادي إبراهيموفيتش إسماعيلوفيتش عبد الحميدوفيتش. أولادي يلي مو متربيين، يلي بيتخانقوا قدام الضيوف. ولا مفعوص اللي لشوف ليش جرحت له وشه لأخوك؟ لأنه أخذ لي الكوكايين من غير ما يقلي. وشو فيها؟ شو فيها إذا أخذ لك الكوكايين؟ ما عنده كوكايين.
يا ما أخدت له فرده وما كان يقل لك شي. يا بابا هدول للشغل مو لإلي. ألف مرة قلت لك إنه جرح الوش ما فيه معلش، ضرب على الوش لا. إذا بدك تعلم على أخوك بأي مكان إلا الوش. إيه وأنا شو بدي أعمل يعني؟ هو يلي بلش. ماشي خد هاي. خبز أسود. أنت عبيط يا سشا، بتدي ابنك الصغير صلاح أبيض. سيد حزلهم أرجوك دعني أربي أولادي وأؤدبهم بطريقتي. أنت يا ولد علم على أخوك على وشه. خلص بابا اللي مسامح كريم. لا لا علم عليه هلا. تمام ما في اللعب بهاي الشغلات بعد هلا. هاتا ما بتنعطوا وش يا ولد الكلب. وهلا على غرفتكم يلا لشوف، يلا تحركوا بسرعة. الله ياخذكم. عم تضحك يا حيوان؟ انت مبسوط ما هيك؟ وعم تضحك وطاير عقلك. ماشي ماشي خيط هاي. اخوهن الكبير وتاركهن يعلموا على بعض قدام عيونك. روح انقلع على قطك. ابنك يا كافر ابنك. انقلع على قطك روح خيطها. ما بدي اشوف لها اي اثر على وشك. ما رح اجيب دكاتره التجميل بعد هلا. بتشيل ضرك في وشه لولادك يا كافر. عذرا سيد حزلقوم، اولاد مش متربيين. بس هنقول ايه هنقول ايه؟ الولد من دول يدخل السجن سنة أو سنتين يخرج ألعن من الأول. باظت. لا هو حد في سجون. لا يا ساشا خلاص خلاص انتهى زمن السجن الجميل. انتهى خلاص. الواحد زمان كان يخش السجن يطلع دكتور. سيد حزلقوم انت ليش ما عم تاكل؟ يلا مد ايدك. كيف 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 بدي أكل؟ والله العظيم ما عاد لي نفس للأكل. أنا جهزت كل شي مشانك أنت، السلطة البلدي والفتة بالخل والثوم والسجق والحمام والمحشي والرز المفلفل مثل ما بتسموه. إيه واضح لاحظت. الله يسلم إيديكي. واضح ما شاء الله عليك إنه عندك اطلاع كتير على الأكل المصري مو هيك؟ إيه عشت بمصر فترة. عن جد؟ إيه صح. يبعت لي حمى ساشا قال لي إنكم كنتوا عايشين بمصر. كنتي تشتغلي هنيك؟ ايه كنت اشتغل رقاصة. عن جد؟ و قصدك باليه؟ رقصتي باليه بالأوبرا مثل كسرت الفستق وبحيرة الفزع وكل هالشغلات هاي؟ لا 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 باليه ايه وأوبرة ايه؟ كان بتشتغل في شارع الهرم في أتون الموعد الجندول. حور محب. حور محب. حور محب حور اسود واللي دو بقى وعيش البلبل. سيد حزلقوم ما تاكل خجلان ولا شو؟ لا انا مو خجلان بس شبعان. هذا الموبايل كتير حلو، كنت عم فكر جيب واحد مثله بالضبط لإلي. شو رأيك فيه؟ يعني هيك وهيك. ذاكرته 2 جيجا؟ ما بعرف شو يعني جيجا بس هو فيه بلوتوث. واحذري شو كمان فيه كاميرا. معناته اللي شفته غير واحد.